حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. اسبانيا فرنسا، اول نصف نهائي في يورو 2014 بعد مباريات ربع النهائي، بعد مباراتي ربع النهائي التي عشناها البارحة. الاولى كانت بين اسبانيا وفرنسا، كانت جميلة جدا ورائعة. طبعا ممكن كانت واحدة من اجمل المباريات واكثرها اثارة، يعني مش فقط جمال المباراة ولكن الاثارة اللي كانت حاضرة في المباراة. كل منتخب كان بامكانه الفوز. اولا منتخب المانيا عدل في الدقيقة 90 النتيجة، بعد كان خاسر. ثم في الشوط الثاني كل منتخب كان بإمكانه تسجيل هدف ثاني، والغلبة كانت متوجهة نحو الألمان، خاصة بسبب التغييرات التي أحدثها. مش بسبب التغييرات، هي تغييرات اضطرارية. أولا مع خروج بيدري في الدقيقة 10 من انطلاقة الشوط الأول، ثم اضطرار المدرب الإسباني إلى إحداث تغييرات وتغيير كل هجوم. شفنا خرج ويليامز، وخرج لامين يامال، وخرج كذلك الفارو موراتا الاحتياطيون، صنعوا الفارق في منتخب اسبانيا. هذا دليل على انه عنده البدائل، ودليل على انه منتخب الاسباني يملك من المقومات التي لا تجعله يعتمد على لاعب واحد او لاعبين اثنين، بل يملك منظومه لعب قهرت المانيا. وما ادراك المانيا، اللي يعتبر ايضا واحد من افضل المنتخبات في هذا اليورو، كان بامكانه ان يفوز في المباراة أمام إسبانيا، أمام جماهيره على أراضيه. مع ذلك خسر وخرج، وتبادل اللاعبون التصفيقات مع الجماهير التي قدرت وحيت الجهود التي بذلها اللاعبون الألمان خلال هذه المباراة، ولم يخيبوا من حيث الأداء. ولكن الفوز راح للأقوى، واللي المرشح رقم واحد للفوز بلقب البطولة، في مباراة كانت واحدة من أجمل المباريات وأكثرها إثارة. علاش نقول أكثر إثارة؟ لأنه في الوقت الإضافي كان بإمكان كل منتخب أنه يسجل ويفوز. إسبانيا تأهلت للمرة السادسة إلى نصف النهائي في تاريخ البطولة، للمرة الرابعة في آخر خمس بطولات. وإسبانيا في هذه البطولة فازت بخمس مباريات متتالية، يعني ثلاثة في دوري المجموعات وفي الثمن النهائي والربع النهائي. إسبانيا فازت بكل المباريات دون اللجوء إلى ركلة الترجيح، وهذه أرقام تدل على أن منتخب إسبانيا هو قوي، ومنتخب إسبانيا هو المرشح الأول للفوز بلقب البطولة، خاصة بعد أن أزاح المنتخب الألماني من طريقه، خصوصا وأنه واجه أيضا منتخبات كبيرة في هذه البطولة، فريتمه صعد على غرار لأنه يواجه كرواتيا وواجه إيطاليا أيضا في الدور الأول. أي نعم، الدور الثمن النهائي أمام جورجيا كان الأمر تحصيل حاصل، ولكن واجه ألمانيا وفاز عليها في الوقت الإضافي. المنتخب الإسباني صار يقوى من مباراة إلى أخرى، لأنه لا ننسى بأنه في مرحلة إعادة ترتيب، ولكن إعادة ترتيب بلاعبين ونجوم متميزين جدا. مش عارف إذا نقول ألمانيا تفشل في بلوغ النصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، لأن الفشل نصف به الفشل عندما تكون قادر وفشلت، ولكن في مواجهة إسبانيا لا يمكن الحديث عن فشل منتخب ألمانيا في بلوغ الدور النصف النهائي في بطولة كانت آخر، هي الأخيرة بالنسبة لتوني كروس الذي ودع الملاعب مع الريال وكذلك مع المنتخب الألماني. منتخب إسبانيا سيواجه فرنسا في المباراة النصف النهائية، فرنسا التي فازت بركلة الترجيح على البرتغال في المباراة الثانية التي كانت أقل مستوى من مباراة إسبانيا أمام ألمانيا. خلينا نقول صراحة أنه كل منتخب كان بإمكانه الفوز، خاصة لما راحوا لركلة الترجيح. أثناء المباراة في 90 وفي 120 دقيقة شفنا فرص متبادلة، شفنا تألق الحارسين ديوغو كوشتا وكذلك مارك مينيو، تألقهما أثناء المباراة. فكل منتخب كان بإمكانه الفوز، ولكن المنتخب الفرنسي كان أكثر تركيز، صنع الفارق أمام المنتخب البرتغالي خاصة من هذا الجانب. معذرة، العامل البدني أيضا صنع الفارق في هذه المباراة وفي هذه البطولة كذلك عموما، التي يفشل فيها رونالدو للمرة الأولى في تسجيل أي هدف في بطولة كبرى، في كل البطولات الكبرى التي شارك فيها سواء في اليورو أو في نهائيات كأس العالم، رونالدو كان حاضرا بأهدافه وبتهديفه. وبعدين عنده 9 مباريات مع المنتخب البرتغالي لم يسجل، حتى في مباريات سابقة ودية وتصفوية لم يسجل رونالدو.
مع المنتخب البرتغالي ليفسح المجال لكيليان مبابي للتأهل إلى الدور النصف النهائي للمرة الرابعة من 5 دورات سابقة في البطولات الكبرى بالنسبة للمنتخب الفرنسي. للغريب في الأمر أنه تأهل الدور النصف النهائي رغم أنه لم يسجل سوى 3 أهداف فقط في هذه البطولة بين دور المجموعات ودور خروج المغلوب. فهذه أرقام أيضا عندها دلالات رغم وجود مهاجمين متميزين في التشكيلة الفرنسية، ولكن البارحة ديدي ديشو أعتقد بأنه صارت لديه فكرة حول عثمان ديمبلي ليصنع فارق أيضا عند دخوله. صار عنده خيارين أيضا في اللعب لأنه بدأ المباراة ب4-4-2 وبعدين لما أقحم عثمان ديمبلي في مكان غريزمان صار يلعب ب4-3-3. كيليان مبابي تعب لذلك خرج في نهاية 90 دقيقة وخلى مكانه لباركولا. أيضا المنتخب الفرنسي يملك مقومات كبيرة جدا بشرية وفنية يمكنها أن تسمح له بمنافسة إسبانيا، لا أقول بالتأهل للمباراة النهائية لأنه ما زالت بالنسبة إلينا إسبانيا المرشحة رقم 1 للفوز بالبطولة في انتظار معرفة من سيتأهل الليلة من مباراتي هولندا وتركيا وإنجلترا أمام منتخب سويسرا. الفائزان اليوم سيلتقيان أيضا في الجهة المقابلة في مباراة نصف نهائية، يعني أننا سنصل ممكن إلى نهائي لم يكن متوقع عند الكثير من المتتبعين. وهذه نكهة الكرة وهذه نكهة اليورو والبطولات الكبرى التي تحمل أشياء لا نتوقعها. في الجهة المقابلة من القارة ميسي صنع الحدث كذلك، لم يصنع الحدث بقيادة منتخب بلاده للتأهل، أي نعم قاد ولكن صنع الحدث بتضييع ركلة الجزاء في سلسلة ركلات الترجيح في مباراة منتخب بلاده الربع نهائي التي سمحت له بالتأهل للدور نصف النهائي. رغم تضييع ميسي لركلة الجزاء أنقذه إيميليانو مارتينيز الذي صد ركلتين وسمح للأرجنتين ببلوغ المباراة النصف النهائية في كوبا أمريكا. نتوجه كذلك نحو نهائي مرتقب بين الأرجنتين والبرازيل كما هو متوقع في بطولة شارك فيها 16 منتخب، 10 من أمريكا الجنوبية و6 من منطقة الكونكاكاف. في نهاية موسم طويل وصعب وشاق ما يبقى فيه إلا طويل العمر في نهاية المشوار، متعة ما زالت متواصلة مع اليورو بالدرجة الأولى في انتظار ما يخبئه من أسرار، والسر قد يكون إسبانيا. سلام.